ناحيه نادي وادي دجله، وبتتلعب لقدام عند عاشور وشوطه وهوبا الجول الاول. الجول الاول في غفوه وفي هفوه من ديفنس نادي المقاولون العرب. ولاك بنشوفها تاني اهو اهو بنشوفها تاني، هو حاول وبيعدي وبيعدي لكن بيرجع تاني للخلف، اللي جاي من الخلف بقى بيبص 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 وعلى طول وشاطها. طبعا اللعبه اللي معموله دي كلها مع طبعا علاء عاشور، هو اللي عامل الشغل ده كله، هو اللي عامل الشغل ده كله علاء عاشور، زي ما شفت حضراتكم شايفين حضراتكم والاداري زي ما حضراتكم شايفينه لنادي وادي دجله. وادي بالعرض الملعب حارس المرمى لكن بيخلصها وعايز يبقى بعرض الملعب وهوبا يا راجل. محمد عادل، محمد عادل هيعمل عرضيه، عمل عرضيه داخل منطقه الجزاء وفرصه ضيعه. إيفيكا تودروف المدير الفني الفرنسي، خالد جلالة مدربا المقاولين العرب، واحده كده داخل منطقه الجزاء والتسديده لسه مره ثانيه، هات الضربة الحرة جوميز والتسديدة جامدة لكن مهدي سليمان الرئيسية للمقاولون العرب ماشي على كمال يلعب على طول لأسيس كده للمقاولون العرب ممكن ينفرد. عاشور الطاقي هو جون، عاشور الطاقي هو جون لكن هنا بين عبد الله جلالوي تجاني بيوقفها كده وغلط على طول لكن المقاولون العرب ممكن تكلفهم كتير. حمادة سيد على تنفيذ رمي التماس اللاعب الذي كان على دكة البدلاء دافع به من بداية اللقاء والتر ميوس بعد إصابة عبد الفتاح الأغا اللاعب السوري لاعب الاتحاد السوري اللي أصيب أثناء عملية الإحماء. تتلعب على طول الركلة الركنية داخل منطقة الجزاء بتعدي كده بغرابة شديدة جدا من مهدي سليمان وعاشور الطاقي. عاشور الطاقي يحرز الهدف الثاني. عاشور الطاقي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. عاشور الطاقي برأسية الهدف كلف المقاولون العرب هدفين حتى الآن، يعني مش في حالته مهدي سليمان حتى الآن. طبعا واضح عليه التأثر تماما لكن تقدم في الهدف. وادي عاشور الطاقي مرة ثانية جوميز داخل منطقة الجزاء ويسقط ينقذ العقباوي. بعض الثواني القليلة عشان لعبته كده تلتقط الانفاس يلعبها طويله وتعدي كده عند عاشور الطاقي. عاشور الطاقي معاه خير محمد عادل، محمد عادل هنشوف سماره هو جول سماره وفرصه فرصه ضايعه مش ممكن مش ممكن. الدسوقي جنبه محمد سماره لعبها على طول محمد الدسوقي بدون تركيز بيضعها كده بجوار القائم الايسر فرصه ضايعه. عدى احمد مصطفى شمامه ممكن ينفرد، عدى قرب من المرمى مع الطاقي عايز يعملها الطاقي مش ممكن يا طاقي مش ممكن يا طاقي. بيلعب كده واحده للطاقي مصطفى طلعت، عدى مصطفى طلعت على حدود منطقه الجزاء بيفكر في التسديد والهدف الثالث الهدف الثالث الهدف الثالث على طول. مصطفى طلعت عدى بمهاره وهي فعلا هيرفع رصيده الى 15 نقطه. المقاولين بيلعب ب 10 لاعبين بعد اصابه بادن فينشنز اللاعب الزامبي وصعب جدا عليه. احنا بنلعب في الدقيقه 44 بدات جماهير المقاولون العرب تغادر استاد الجبل الاخضر. طاقي عاشور الطاقي عمل واحده بينيه شمامه يوقف شمامه وبيرقص مره ثانيه والتسديده التسديده تسديده حلوه لكن تخرج وتبقى ضربه مرمى ضربه مرمى ضربه مرمى للمقاولون العرب. مدى السيد عايز يلعب واحده ليه سماره ومع صافره حكم اللقاء محمد عبد القادر مرسي بفوز.